السلام عليكم. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا وعلى أوسع نطاق بالحديث عن ما تسمى بسيليا الإمام، وهي زوجة سابقة لمغني ملاهي. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك صورة أفزعت الجميع بعد ظهور هذه الفتاة من غير فلتر، والذي كانت تستعمله لتغليط متابعيها، أين كانت تظهر بغاية الأناقة والجمال في السابق. وبعد ظهور هذه الفتاة في إحدى الحفلات للزي التقليدي وهي بدون هذا التطبيق والذي يغير ملامح الوجه، تفاجأ الكثيرون بالمظهر الحقيقي لها، أين تفاعل الجميع بسخرية كبيرة وتهطلت التعليقات الساخرة والضحك على هذه الصور. ويقوم العديد من المؤثرين والممثلين في الجزائر باستعمال هذه التطبيقات والتي تغير ملامح الوجه بشكل كامل لتأثير على ضعاف النفوس من أجل زيادة عدد المشاهدات والإعجابات ومنه ربح أموال طائلة من الإعلانات.